كتير مننا بيروح لدكتور الأسنان يقول له أنا عايز أنظف أسناني. عايز تنظفها من إيه بالظبط؟ وإيه الفرق بين التنظيف والتلميع والتبييض؟ عايزين نعرف إيه الحكاية؟ يلا بينا. تنظيف الأسنان هو إزالة الطبقة الجيرية اللي بتتكون على الأسنان واللي بتتراكم نتيجة وجود بقايا الأكل على الأسنان بدون إزالتها بشكل منتظم. الطبقة الجيرية هي طبقة ناشفة بتؤدي مع الوقت لالتهابات اللثة والتهابات في الأربطة اللي ماسكة الأسنان في العظم، وده ممكن يؤدي لخلخة الأسنان مع الوقت. عشان كده الطبقة الجيرية لازم يتم تنظيفها من وقت للتاني. أما التلميع فهو إزالة الصبغات اللي بتتراكم على الأسنان نتيجة بعض المأكولات والمشروبات اللي فيها ألوان كتير، زي البيبسي، زي الشاي، القهوة، السجاير، الشوكولاتة. الصبغات في حد ذاتها مش مضرة للأسنان، لكن بتخلي شكل الأسنان مش حلو، عشان كده بنحب دايما ننظفها. التبييض هو تغيير لون السنة نفسها، وده ممكن يكون نتيجة ان لون السنة غامق شوية او وجود بعض الصبغات الداخلية جوه تكوين السنة. وبرضه تغيير لون السنة مش مضر للأسنان، ولكن بيخلي شكلها مش حلو. الخلاصة اننا لازم نكون عارفين ايه مشكلتنا بالظبط ومحتاجين نعمل ايه، عشان ما نعملش حاجة مش ضرورية بالنسبة لنا بلا داعي. دمتم بصحة وعافية.